قابيل لا يريد أن يميز بين الحق والباطل، ترك أرضه وحقله ومضى نحو التلال يراقب أخاه الذي ينعم في سلام، وقد اشتعل صدره بالحقد والحسد، ولم يعد يشغل تفكيره إلا شيء واحد: كيف يتخلص من أخيه إلى الأبد؟ ما جزاء من يتمرد على إبليس ويخرج عن سلطانه؟ جزاؤه القتل. الرحمة يا مولاتي، نحن عبيدك ولم نقترف ذنبا. هل أذنت لك بالكلام أيتها الشقية؟ من الذي حرضكم على الهرب؟ تكلموا. إنهما، أقسم لك يا مولاي إنه لم يحرضنا أحد، أقسم لك. ترى ماذا ينويان؟ من الجائز أن نرحمكم ونعفو عنكم، ولكن لكن ماذا يا مولاتي؟ أجل يا مولاتي، لكن ماذا؟ ولكن بشرط أن تقولوا لنا من شركاؤكم. أنا أعلم من شركاؤهم يا زنعانة، واحدة منهم كانت نزيلة عندي، أعيدوهم إلى السجن. ولكن يا مولاي. عزيزتي زنعانة، سوف أرى فيهم أمري فيما بعد، لدينا ما هو أهم. إنك تغتصب حقي وتزاحمني في كل شيء. في أي شيء أزاحمك يا قابيل يا أخي؟ إنك تريد حقاً ليس لك. بل حقي. لا يا قابيل، لا، لقد ارتضينا حكم القربان، فكيف تدعي بعد أن تقبل قرباني أن الحق لك؟ لا أعرف غير كلمة واحدة: سأقتلك. والحياة يا قابيل؟ لا شأن لي بحياتك. أنا لا أتكلم عن حياتي، بل عن حياة الآخرين. انظر إلى هذا السفح القريب حيث نعيش جميعاً، أبواك وإقليم وليبودة. لماذا تصر على تعكير صفو هذه الحياة الهادئة؟ هاتي يدك لأشهد عليك العالم. لا، لن أمد يدي. إني باسط إليك يدي بالسلام. سأقتلك يا هابيل، سأقتلك. إننا نلمح الوداعة الإيمانية والصفاء الروحي والمشاعر الطاهرة من كلمات هابيل في رده على تهديد أخيه له، من خلال ما أخبرنا الله عنه في قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أذن يا قابيل. لا 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 يا قابيل، لست منبوذا، بل أنت السيد، وبيدك أيضاً أن تصبح سيد هذه الأرض وملكها. إنهما يمرحان في أرضي. إلى حين اعقد العزم ولا تتردد، انتهز الفرصة الآن واقضي عليه. لا، لن أستطيع التغلب عليه. انتظر إذن حتى يغفو. نعم، سأنتظر.
بعد أن هبط آدم إلى الأرض، أراد إبليس أن يدفع البشر جميعاً من أبناء آدم وذريته إلى المعصية، وأن يشعل بينهم العداوة والبغضاء. فراح يوسوس لأبناء آدم حتى استطاع أن يوقع الفتنة بينهم، وتمكن من إشعال نار العداوة والبغضاء بين ابني آدم. لم يبقى خطوات قليلة بينك وبين المجد. المجد لك يا قابيل، هيا هيا تقدم. يا ويلتي، على ما ينوي قابيل؟ إنه يحمل حجرا في يده. رحماك يا رب، سيغدر هذا الشقي بأخيه. فلنختبئ يا يقوتة، اللعين إبليس قد حضر. حضر نذير الشؤم ليشهد لحظة انتصاره على آدم وبنيه. نجح اللعين في إغواء قابيل وإضلاله. لا، لن أحتمل رؤية هذا المشهد، فلننصرف من هنا.